ورجعنا لكم مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقرات ليالي الكويت على أنغام. عوض دوخي الفنان الكبير اليوم ثيمنا كان مع عوض الدوخي، والحين بهالفقرة معانا الأستاذة وجد العثمان، اسم شاع ولمع وتألق في برامج التغذية بالإمكان واللي كان يهدف إلى التوعية بأمراض السرطان. أستاذة وجد حياك الله معانا. الله يحييك لولو. ومعانا أيضا الدكتور عبد الله مجبل المطوع، حياك الله دكتور. الله يحييكم، حياكم الله. منورنا. الفقرة هذه فقرة الضيف والمذيع، مشاهدينا أكيد عارفينها، معانا الأستاذة وجد العثمان راح تقدم واختارت بالأخص وبالاسم الدكتور عبد الله المطوع إنه يكون. ممكن نعرف مع المشاهدين ليش دكتور عبد الله؟ صراحة أول شيء أبي أرحب مشاهدينا وأبي أشكركم على الاستضافة. أنا اختياري لدكتور عبد الله يعني يمكن شهادتي شوية مجروحة، لأنه هو من أكثر الأخصائيين صراحة اللي لهم باع قوي بمجال التغذية، وأيضا دائما عنده كل الأخبار الحديثة وما عنده خزعبلات، هذه بدون أي مجاملة. لكن هالمرة بالذات وكنت دائما أحاول أني أستضيفه برنامج بالإمكان، بس يكون مسافر أو عنده أي مثلا ارتباط ثاني ما نقدر ان نمسكه. هالمرة صراحة قبل لا يكلموني فريق الإعداد على أساس الاستضافة، شفت سناب دكتور عبد الله وصراحة كان قاعد يتكلم عن موضوع مسني شخصيا، لأني أنا مريت بنفس هذه التجربة واللي هو الأكل العاطفي. يعني الله يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، إن أنا ودكتور عبد الله مرينا بظرف وفاة يعني أقرب الناس لنا، وفي فرق شهر بين والد عبد الله الله يرحمه ووالدتي، واثنيننا طحنا بنفس المشكلة. وبالصدفة أنا سمعته بالسناب إن اثنيننا زاد وزننا. دكتور عادي أقول إيش كثر زاد الوزن ولا؟ إذا تبين تزيدين 5 كيلو حاضر بعد. 11.5 كيلو زاد وزن دكتور عبد الله، وأنا زايدة بين 4.5 إلى 5 كيلو. صار عندنا ستريس من بعد هذه الحالة، وحبيت إنه يفيد دكتور عبد الله الناس والمشاهدين ليالي الكويت على أساس إنه ما ندخل بهذه المواضيع، عشان كذي أنا اخترته في برنامج ليالي إنه يكون ضيفي. الدكتور عبد الله، يمكن الأستاذة وجد طرقت حق موضوع وايد مهم، هي علاقة النفسية وتأثيرها على الوزن. هذا شيء عانيت منه شخصيا، يمكن أنا متأكدة إن كثير من المشاهدين قاعد يعانون من نفس المشكلة، يمكن أنا شخصيا هم أعاني من نفس المشكلة. إيش علاقة النفسية بالوزن أو الإيموشنال إيتينج؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على مقدمتكم الطيبة، وأشكرك وجد على مقدمتك الراقية جدا، وشهادتي فيش مجروحة صراحة. أنت من أكثر الناس للأمانة وأفضل أخصائيات تغذية الموجودين بالكويت ذات الطرح الراقي والعلمي والصحي، وهذا الشيء اللي احنا نبيه، وهذا الشيء اللي احنا فعلا ندعمه دائما وأبدا. الأكل العاطفي هو يعني أنا بالنسبة لي هي مقبرة الشخص إذا كان يقع في دوامة الأكل العاطفي. طبعا الأكل العاطفي هو بسبب عدة أمور، هو بسبب إما ملل أو بسبب توتر أو بسبب حزن. الحزن ينقسم أنواع، في عندنا الحزن اللي هو الأكيوت وعندنا الكرونيك الحاد والوقتي. عندنا الوقتي اللي هو بسبب صدمة بسيطة تصير أو صدمة قوية، يفقد الإنسان كمية كبيرة من الوزن ومن ثم ما في مانع أنه يتخلص منها، ما في مشكلة. ولكن عندنا الكرونيك الدبريشن اللي هو الحزن الحاد، هذا يؤدي إلى زيادة الوزن بدون ما الواحد يأكل، وسبب تغير في هرمونات الجسم، تغير في فسيولوجية الجسم، تغير في تركيبة الهرمونات، وحتى إفراز الجسم الهرمونات والنفسية والمزاج والقوة والطاقة والنوم، وحتى يعني كل شيء يتأثر في حياة الإنسان بسبب هذا الأمر اللي هو مو حاس فيه. صحيح. يعني هالمشكلة الواحد ما يحس فيه. صحيح. ما يدري إنه فيه. فأضرب لكم مثال، يعني مثلا الجوع العاطفي يأتي فجأة. صح. أما الجوع البدني العادي اللي يصير بالناس يتدرج، واحتوى ما أكل فيتدرج، هذاك الجوع العاطفي لا، أنا توني مخلص أكل عادي 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 أشوف الصحن اليمي هفه كله مرة ثانية بعد.
لا وتحس انك دكتور تبي تاكل اشياء معينه، مو ان تروح مثلا شنو اللي موجود لا ما تاكله. يعني حتى لو يعني انا كوني يعني فاهمه بموضوع الاكل، ممكن اني لما احس اني ابي اكل لولو فشنو اروح ابتدي، يخطر على بالي مثلا كاكاو، يخطر على بالي شيء دسم، احاول اني لا اروح خليني اكل سلطه او خليني اكل شيء مفيد ما راح يخليني يعني اوكي ممكن يشبع لي حاسه هذا الجوع، بس بنفس الوقت ما رح يخليني أشتهي أشياء ثانية. أخلص الوجبة الصحية أرد مرة ثانية أكل الشيء الثاني اللي أنا بخاطري فيه وإني ما أكلته، فهذا هذا اللي فرق اللي يكون بين الجوع العادي والجوع العاطفي. يعني بالمئة تدرون شو المشكلة؟ المشكلة الرئيسية بس عشان نكمل على الموضوع هذا، إن بسبب ارتفاع هرمون الكورتيسول في الجسم، وهذا الهرمون يسمى ستريس هرمون، له هرمون التوتر وهرمون الاكتئاب هرمون الحزن، هذا يؤدي إلى الرغبة في تناول صنفين من الطعام فقط لا غير، سكريات والدهون. صحيح. يعني عادي الواحد بس قاعد مجاب البطاط حاطه قدامه وشغال شبعان ما يتشبع، لا يشعر بالشبع صاحب الجوع العاطفي، ولكن اما الجوع العادي من تاكلين تشبعين. دكتور انا مو صاحبه اختصاص لكن صاحبه معاناه فعلا، يعني في معاناه مع الوزن، مرت مرحله في حياتي كنت اصارع مع الوزن ومعاناه، لكن دائما واللي استشفيته من كلام حضرتكم انه الأكل وقاعد ترتبط بالمتعة والاستمتاع. ليش دائما حتى في مجتمعنا زايدة هالثقافة وزايدة فكرة ارتباط الأكل بالمتعة؟ موضوع الأكل بالمتعة في لها تفسير علمي. نعم. عادة، بس في شغلة دكتور يعني هذه بالنسبة لموضوع كنا يعني عادة الأكل، إحنا صرنا يعني كل طلعاتنا لازم فيه، لأن ما في، أنا أعتقد أن شوية الأكتيفيتيز بالكويت محدودة، فصار عندنا تعلق بين كل طلعاتنا يا مطعم السينما فيها أكل، كل مكان حتى تطلع من نادي تأكل، يعني ما في عندك. كم واحد يأخذ الدرب من خلينا نقول الديرة لما في حيحيل؟ كم واحد يأخذ الدرب؟ أخذته في حيحيل. شفتوا كم مجمع مطاعم بيفتح؟ صح. خلال الثلاث شهور الجاية. نعم. صح. أربع مجمعات وكل مجمع في أكثر من 20 مطعم. هذه صارت الثقافة والسياحة بالكويت للأسف. بس ذكرت نقطة أن كله شنو قلت لي دكتور متعلق هني بالمايند بالعقل 100% مو بالعاطفة، شلون دكتور؟ أنا أقول لكم شغلة، هو في النهاية الأكل العاطفي شنو معناته؟ يعني ليش الواحد مثلا إذا صار له موقف متعب من الداخل ليش يحط حرته بالأكل؟ لأن هناك فراغ عاطفي كان موجود وفجأة اختفى، فيجب أن يسد الإنسان هذا الفراغ بأي وسيلة من الوسائل، وأسهل وسيلة اللي يشوفها قدامه اللي هي الوسيلة اللي ممكن يستمتع فيها وتنفس عنه وتفرج كربة اللي داخله لذة السكريات. ولا يعلم الإنسان بأن الأكل العاطفي مجرد أنه يأكل السكريات والدهون هي مجرد إبرة بنج مدتها ساعتين ثلاث ساعات إلى أن يضرب الجوع العاطفي مرة ثانية بشدة وأقوى مرة أخرى في جسم الإنسان، فهي ليست علاج أن أنا أروح أحط حرتي بالأكل، هي بالعكس هي اصلا تزيد المشكله، لانه يصاحبها مشكله بتانيب الضمير ومشكله بالفشل ومشكله بعدم الثقه بالنفس ومشكله 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 ومشاكل كثيره تحدث داخل جسم الانسان يجب ان يغطيها ويعبيها عاطفيا وليس بدنيا. وجدت ايدين الدكتور بنفس الكلام. طبعا هذه شغله وايد اقول ان انا يعني عن تجربه صارت معي، بس في شغله يعني هم لازم ننبه فيها المشاهدين ان دائما لما يكون موضوع الحزن بالاول يصير مثل الدكتور في سد للشهيه، يعني تنسد شهيتك لفتره على اساس ان الهرمونات اللي تكون طالعه من الدماغ تسد الشهيه، هذه الصدمه، لكن بعدها بايام لما يستمر موضوع الحزن والزعل وهذا الاسترس أو الكآبة، حتى مو شرط بحالة وفاة، حتى بشارة مثلا فشل بعمل دراسة امتحانات هم هذه تصير، يصير موضوع الجوع العاطفي لأنه يزيد معدل الكورتيزول هرمون الكورتيزول بالجسم، فنبتدي نرجع ناكل مرة ثانية والأكل اللي هذا اللي ما يقبل. بس دكتور عبد الله نبي ندخل الحين، أنا أخاف أن وقتنا شوي، نبي ندخل بالحل إن شلون ممكن نحل موضوع الأكل العاطفي؟ وطبعاً الحل أول شيء لازم الواحد يعرف أن أول وسيلة للحل هي أنكم تأشرون على سبب. كاميرا أنا خلاص أشر عليها كام. تأشرون على سبب. وش معنى تأشرون على سبب؟ إذا عرف السبب بطل العجب. أنت جوعك العاطفي من شنو؟ من حزن ولا من توتر أو من ملل؟ لأن في ناس ترى بس يأكلون لأنهم مالين ما عندهم شيء يسوونه. صح. فأنت اللي مال لازم يكتشف أنه هو قاعد يأكل زيادة لأنه هو قاعد
نمال، ما عنده اكتيفيتيز، ما عنده ربع، ما عنده طلعات، ما عنده روحات، فهذا سبب من اسباب الاكل العاطفي. السبب الثاني اللي هو التوتر، واحد عنده امتحانات، واحد واحده ريلها مطلع روحها، واحد ايا كان السبب. والامر الثالث اللي هو الصدمه، اللي هو الحزن. الحزن ايا كان هذا ممكن يروح وممكن يضل مده طويله اذا كان اكتئاب. فهذا اول شيء معرفه السبب، لان اذا عرف السبب بطل العجب. الامر الثاني وهو امر في غايه الاهميه، بدل السبب. يعني انشال هذا تعال اضرب لكم مثال. يعني انا دائما عندي فتره وقت فراغ ما بين الساعه 10 الى الساعه 12 بالليل، لان اشتغل وايد، فالساعه 10 افضل. الحين الساعه من 10 الى 12 ما عندي شيء اسويه. فاروح احط حرتي بالاكل، قلت لازم احل المشكله هذه، فايش سويت؟ قمت اروح النادي من 10 الى 12، نادي يسكر الساعه 12 اسكر النادي معاهم، اقفل بيبان. عشان ما تاكل. عشان ما اكل، ولكن اني بدلت شيء مكان شيء، هذا امر اساسي. الامر الثالث اتخاذ القرار. الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لذلك اول شيء لازم الواحد يتخذ القرار، ولازم الانسان يكون عنده ثقه بنفسه. ليش؟ الله سبحانه وتعالى ايضا يقول في القران الكريم: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. يعني اذا كان الانسان قادر على حمل هذه الامانه الثقيله من رب العالمين، ما يقدر ينزل 10 او 20 كيلو من وزنه. لذلك انا اجزم، وهذه الكلمه يمكن تزعل وايد ناس بس بقولها، بان ثلاث ارباع او اكثر من الاشخاص اللي يتجهون الى عمليه قص المعده، وما اذكر احد ولا اشر على احد ولا اقول عن احد، هم بسبب الاكل العاطفي، بسبب الفشل اكثر من 10 مرات بمحاوله انقاص وزنهم ولم يستطيعون، لان الحل ليس بالاكل، الحل بالنفسيه. لذلك اي واحد يعاني من مشكله بالاكل وحاول مرات كثيره، روح استشير اخصائي نفسي، اربع خمس جلسات تشوف النتيجه قدامك، انت متغير. وخاصه الاطفال اللي امها فوق راسها تزفها من الصبح لليل انها توخر عن الاكل وما تاكل. هذه هي ما تدري الام بانها قاعد تزيد حاله بنتها سوءا وتدهورا الى الاسفل، والله كافي ان الشر. يعني هذه الامور، او ان واحده وريها مثلا، هذه القصص في العياده، واحده وريها الريل مهددها 60 مره يتزوج عليها. تصدقون ان كل التهديدات هذه تؤدي الى زياده وزن اكثر؟ دكتور احنا وصلنا لولو اعتقد لنهايه فقرتنا للاسف. يعني دائما سريع دكتور وجودك معانا، ما بدنا نقول شيء بس عشان دكتور راح نقول للمشاهدين، دكتور عبد الله المطوع الحين خلال سناب قاعد يوميا قاعد نشوف شنو التصرفه الايجابي تجاه تنزيل وزنه، واحنا كلنا راح نتابعه وراح نمشي وراء الخطوات اللي هو يعني قاعد يمشي عليها. واذا عندك كلمه اخيره دكتور عبد الله. انا والله عندي شيء، اول شيء تابعوني بالسناب نفس ما قلتي الدكتور المطوع. من اليوم الى ثلاثة شهور قدام عندي تحدي انقاص 12 كيلو من وزني. اول اسبوع خلص نزلت كيلو ونص، ما شاء الله باركوا لي. هذا اول شيء. طبعا انا ما هم الوزن، بس عشان الناس يتحمسون. صحيح ان شاء الله. الامر الثاني ان شاء الله احنا خلال هذا الاسبوع ايضا فاتحين اكبر مطبخ صحي بالكويت. وصراحه يعني اي ونت تو بروموت ات، ابي اتكلم عنه. صحيح. اللي اسمه فيم. وهذا طبعا يعتبر من اكبر المطابخ اللي راح تخدم الكثير من الناس بحيث انه يوصلون الى وزنهم الصحي والبدني والعالي بالقوه والطاقه والنشاط. راح يساعدنا ان نشيل موضوع الاكل العاطفي. لا، ان نقلل شويه من المطاعم غير صحيه بالكويت، على الاقل احنا نسوي شيء كاونتر اتاك، يعني نسوي بالانس بالموضوع. دكتور احنا سعيدين جدا، يعني الاكيد السوالف معاك ما تخلص ولا تنمل، قاعد تعطينا موتيف، واكيد اعطيت المشاهدين دافع قوي. انا شخصيا حسيت بدافع قوي بوجودي مع اخصائيين تغذيه الدكتور عبد الله المطوع والاستاذه وجد العثمان، وقاعد اشوفهم يتكلموا بكل اريحيه عن زياده الوزن، وايش كثر انه في قدره ان الوزن ينزل من غير اللجوء للعمليات الجراحيه، وهذا شيء فعلا جميل. وعساك على القوه دكتور، ومشكور على وجودك معنا. تابعوا الدكتور عبد الله المطوع في السناب شات، عنده خطة علاجية جميلة جدا وتساعدكم أكيد في الصراع مع الوزن. شكرا لك لولو، وشكرا لبرنامج ليالي الكويت ان اليوم طلعنا بموضوع صحي، وان شاء الله يكونون مشاهدينا استفادوا منه، وما نكون شويه ضيقنا خلقهم عبد الله ولا احنا نتمنى ان نكون ان نكون دليناهم ولو بشكل بسيط على الحل، ان الحل ليس بالغذاء ولكن بالنفسيه، هذا اهم شيء. شكرا لك دكتور، وننتقل معاكم الحين لفرقه ليالي الكويت وثيم الفنان الكبير عوض دوخي ومعزوفه جميله.